تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء. قبل الانتقال إلى الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والإعجاب بفيديوهاتنا لاستمرارية هذا المحتوى. والآن لننتقل إلى الفيديو. في الحلقة الجديدة من مسلسلنا، يقوم فاتح بوضع خطة مع كان لقمع أسليم لأوزان في الفندق. يكذب على يلدول بأن أسليم يخون أوزان مع كان. يرى إيلول صورة ياجيز مع يلدا في الصحيفة. وعلى الرغم من أن يلدا تقوم بحل هذه المشكلة، إلا أن الاثنين ضد بعضهما البعض بشكل كبير. تحرص راضية على أن يتلقى عدنان الرسالة التي تكشف فيها إيلول أنها ابنة عدنان ونرمين. من ناحية أخرى، تحصل بيرشين على دليل تعتقد أنه سينهي أسليم في نظر أوزان، فتأخذها على الفور إلى أوزان. في موازاة ذلك، تشك جوليت في شيء ما، وتذهب خلف أسليم وتجد نفسها في موقف لم تتوقعه أبداً. تمنع نرمين لعبة راضية في اللحظة الأخيرة وتنقلب عليها. تبدأ راضية في مساومة نرمين باستخدام الأسرار التي تحملها. نعم يا أصدقائي، هذه الحلقة أيضاً إلى هنا وداعاً إلى اللقاء في فيديوهات أخرى.